أو يد اللاعب يوسف أيمن توجهت للكرة. ما هو القرار؟ القرار الأخير يعود لحكم اللقاء، ركلة جزاء. عام فيتفام يبحث عن خامس أهدافه في بطولة الدوري أمام جاسم الهيل. لأول الأهداف، لأول الأهداف، الله! فرسان الخور يتقدمون في أرضية الملعب. الخور لا يتأخر، الخور يعلم من درس العام الماضي من أجل البقاء في الخور. الحديث عن خالد رضوان، لكن هذه فرصة، هذه خطارة. العرضية في اللعبة الماضية، رافائيل ما زالت الكرة العالية، حامد إسماعيل، الله 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 الله، عادوا والعودة سيبدو للمستحق حامد إسماعيل اللي يسجل ثالث أهدافه في بطولة الدوري. راسية حامد يعتني فوق الجميع من أجل الملك أن يعود للمربع، الملك عالي المقام. عن طريق بشار رسن، بشار رسن داخل المنطقة، بشار لعبة فرصة خطيرة، هذه خطارة، الله 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 الله، بشار رسن أول أهدافه في بطولة الدوري، لكن بشكل جميل، بشكل رائع. بشار رسن أسد من أسود الرافدين، يسار في مرمى نادي الخور، يسار أمام نادي الخور، بشار رسن يسجل هدف الثاني.